المركز ده تابع لجمعية الصعيد للتربية والتنمية. الأول كان كنيسة، وبعد كده تحول لمكان مركز لخدمة الفتاة والسيدات. كانت في اتنين من المؤسسين الأصليين للمركز، هما جيل ويوكا، هما اللي كانوا بيهتموا بالبنات. والمركز بيخدم 120 فتاة وسيدة، بيشتغلوا في 3 أقسام: في النسيج اليدوي والتطريز يدوي والفن التلقائي. أنا مريم عزمي من أخمين، ودخلت هنا يمكن 12 سنة. أنا سعاد ثابت، فنانة من 40 سنة. أمان ثابت، دخلت هنا كان عندي في حدود 12 سنة. أنا نجية زكي، هنا حافظ شغل من سن 9 سنين. هدى فوزي يعقوب من مدينة أخمين، هنا دخلت سنة 8. أنا نجاة ودي، أنا من بنات أخمين. كانوا في 3، واحدة من أمريكا اسمها بلا جيل، وواحدة اسمها بلا يوكا، وواحدة اسمها بلا ترينا، ساعدتنا في الفن. هم جايين زي خدمة يرفعوا من شأن الست الأخميمية أو البنت الأخميمية، عشان هنا ما كانش يعني الناس تطلع برا كتير، إلا هرح راح المدرسة، راح المرح شبعت في البيت. واللي كان قاعد هنا عايش معانا اللي هي علمتنا البراويز أبلا يوكا، واللي علمتني الفن سجعتني أبلا جيل اللي من أمريكا، يعني خدتني من نسيج، قالت لي لا أنا حاسة إن أنت عندك موهبة يا مريم، ما تعمليش النور. كانوا بيتكلم عربي، عاشوا معانا يمكن 19 سنة أو 20 سنة. علمونا حاجات كتير، حب العمل، انضبط في المواعيد، الدقة، النظام. علمونا ازاي نتحملوا المسؤولية من واحنا صغيرين، اكتشفوا فينا انت تقدري تعملي الحاجة دي، تسيبك تعملي، يعني مش هما كانوا زي سلطة، ولا بالعكس، كانوا معانا كأني أمهاتنا كده يعني. كنا قاعدين على طول طبل وزمر وهيصان، فيش دلوقتي حاجات زي كده. كانت هي تمسك الحبل، لابلا جيل من ناحية، لابلا يوكا من ناحية، كنا نلعب، كنا نهيصه، كنا نقعد في النجيلة فوق. النجيلة من ساعة لابلا يوكا ما مشت وهي ماتت، الجميزة هي ماتت، كانت مراية بصراحة المكان، كانت عاملة لنا نفس وعاملة لنا حد، والبنات كانت تيجي على حسها. يعني كنا نيجي هنا نقعد طول اليوم، مش عايزين نروح من كتر ما كنا نحب الناس والمكان، وهم حبونا من يعني حبونا الأول وإحنا حبناهم، الحنان كله، المحبة اللي بدون هدف. كانوا يطلعونا رحلات، رحلات أكتر من أي حاجة، والأتوبيس من أول ما نركبوه لغاية ما ننزلوه ما نموش، سقفوا طبلوا زغرتوا. لولاد حكيتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، الحلوة الحلوة عنيك يا حبيبي يا لولاد حكيتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولاد حكيتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. المبنى الأول كان قديم وطورناه احنا جديد، حطينا فيه 12 نول، 12 نول ركبناهم الحمد لله وشغلناهم. بحط في الأرض واخد بالك 48 كونة وعملها كورة، دي أول ما خلصت ابتدت واخد بالك تخلص نلفوها زي كده، لازم يكونوا فيه 2، واحدة حمراء وواحدة بيضة، لازم تتلاقي بعد كده. هنا ها اللاجية دي بيبقى عبارة عن 2 بيبقوا قاعدين قبل بعضيهم، مدام منيرة بتقعد في ناحية وأنا في ناحية، ونلفوها بالفتلة، ما فيش فتلة تيجي بكان أختها. احنا بنجيبوا الكرة
الكرة اللي هي بتعملها مريان وبنقصوها بالمقص وبنركبوها في الصيخ وفي البوستين دولة. ده النور ده كان شغال، أول ما يخلص نجيبوا له خطان تاني من جديد ويتعمل له خطان من جديد. حاليا دلوقتي زي ما انت شايفه كده يروح عند اللقاية يجي يركبوا لهم، وذي الشبكة بتاعتها الخطان ده هم بتاعت الرسمة بتاعتها، وذيك المشط الرمازة اللي احنا بقول لك عليها دي مشط حديد. لي 35 سنة هنا بشتغل نسيج وبشتغل فن، بشتغل أنا كفرتيات اسمها فانتازية، يعني أنا بعمل كذا نوع بس النوع اللي أنا بشتغل فيه حاليا ده اسمه فانتازية، اللي هو بيبقى بشتغل بأربع مواكيك اللي هم أربع ألوانات فوق غير تحت، اسمه أطلس ده هو اللي هو بعمل منه كفرتيات سرير ومفارس سفرة. أصعب حاجة يعني في البكان اللي هو النول ده، أبقى النول عندنا ركز على الحدايد وحياتك اللي بيشيلهم اللي بيشيلهم الأفضل لما دايبة فيهم. بعد كده نبدأ في الرسومات بتاعتها، تطلعها اللي بيجبدها من هي ترفع الرسمة من هنا أو من الجبال وأنا أشتغلها من فوق. نعم إن غلطت في أي حاجة الرسمة هنا تتلخبط عندي، أروح أقول لا ده في حاجة غلط هنا مش مزبوطة، نبتدوا نصلحوها ونظبطوها. المكنه ما فيش عمال بتشتغل عليها، يعني انت دي كله بتشتغل بيدك وده بيبقى ايه شغل دقيق غير شغل المكنه خالص، وشغل انت بتشتغله بايدك ما فيش حتى دلوقتي حتى قال لي خالص ما حدش بيشتغله عشان متعب خالص، شغل النسيج ده بالذات متعب ما حدش بيرضى يشتغله. تعرف جايبين ثلاث بنات بنعلموهم جوا الصغيرين اللي صورت معاهم، كل ما نجيبوا مجموعه ما تقدرش تكمل معانا وتمشي عشان الشغل صعب وتقيل وعايز مجهود، فما حدش بقيت بتستسهل الناس ما حدش عايز يشتغل فيها الصنعة دي. دي الملاية بعد ما تخلصها الست على النول على النسيج، بعد ما تخلصها تسلمها تحت وتكتبها، وبعد كده يدوها لنا نعملوها صرفة على المكان عشان ما تستلش الأول على المكنة، وبعدين تكويها وتسرحها وتقص الزوادات اللي مهبهبين وتسلم تاني تحت. بعلمهم التطريز رسومات بنحطوها على الفروخة بس يعني بالمقاسات، يعني سلسلة عصافير، مفوزي، قمرة، شجرتين، شجرة حياة، شجرة النور، عصافير إسلامي، حمامتين، وبعدين تنكيت تنكيت، وبعدين نظبط المفرش الرسم على المفرش بس، والبت بتشتغل بعد كده ما تطبع وبعدين تشتغل زي ما حضرتك شايف. حطينا طبعا المفرش على الارض وحطينا الطبعه تكون لازم تكون في نص المفرش، نطبع بالفحم عباره عن جاز وفحم ونسيبها في الشمس لحتى ما تنشف لين ما تقدر تشتغل عليها، هيبقى بالمنظر ده. عندي 10 كل البنات يعني كل واحده بغرزتها. انا اسمي انتصار احمد من خميم وجيت هنا لي 3 شهور وتعلمت على ايد ام طارق وخلصت العينات دي الحلوه، ده حمام ودي رمانه ودي ورده. ها اما اطبع العينه واشتغل فيها هنا كويس في بيتي كويس، جاي اتعلم هنا وغاويه الشغل. يعني انا اسمي سلوى وديع موسى، جيت من سنه هنا ما كنتش عارف اي حاجه عن التطريز، جيت طبعا تحت اشراف ام مارك هي اللي علمتني، اللي وعدتني عينه دي العباره العينه عباره عن زي كده بالظبط، فاشتغلت العينه فلما عجبتهم العينه فطبعا ادوني مفرش دي اسمها غرزه القمره، خلصت الناحيه الاولى فبعمل في الناحيه الثانيه. انا اسمي ايمان سليم وشغاله هنا في الرهبات لي حوالي يمكن سنه وقاعده مع ام طارق بنتعلم التطريز. تبع الشغل يعني في مفرش ممكن يقعد 3 شهور في مفرش 4 شهور تبع الشغل، يعني
It's been really beautiful spending my morning here, getting to know the women and the work that they do. Their passion is evident. Some of the women that I met have been doing this for 35 years, and they've been creating their own stories on fabrics, creating images, beautiful images of painful stories and beautiful stories that they tell through their needlework. دي ليها برضه لا دي نص نص ومعاته في نص نص اشتغلت 3 سنين تطريز راحوا قالوا لي لا انت احسن لك الفن عندك موهبة حلوة بتشتغلي لغاية دلوقتي ان انا بواصل اخذ حتة القماشة من الدولاب تحت وبعد كده أتنيها ال4 نواحي وبعد كده أكون أنا محضرة الموضوع في مخي أحطه على الترابيزة وأرسم فيه حقاش يتكون موضوع حلو وماسك في بعضه كده ها ليلة ما أقدر أشتغل فيه وممكن أسيبه برضه تاني يوم وثالث يوم إن أنا كل يوم بفكر فيه أغير حاجة وأسيب حاجة أغير حاجة وأسيب حاجة لغاية ما استقر على الموضوع إن أنا اللي هشتغله هياخد وقت مني هياخد حرير هياخد يعني إن أنا أطلع للناس حاجة حلوة تحس بيها وقبل ما تحس الناس يكون أنا حاسة بالمنظر أنا مثلا عشان أعمل لوحة ببتدي الأول أختار القماش المقاس الحرير أبتدي أكون في خيالي الفكرة اللي أنا عايزة أرسمها من اللي أنا شفته بقيت أبص في اللوحات بتاعتهم أو أبص في أي صورة وبقول أقول أنا نفسي أبقى جوا الصورة دي فكانت مريم واقفة جاري قالت لي لا أنت تنفع في الفن طالما بتبص في الحاجة وبتعيش جواها يبقى تنفع في الفن هي اللي شجعتني مريم عزمي ما هو التباشير رسمت الموضوع خلاص خدت قرار ان انا اشتغله طباشير عادي وامسحه يتنفض لو مش مقتنع بيه انفضه مره لا الموضوع ده مش حلو لا التكوين مش حلو لا مش ماشيه في القماشه يعني بعد كده بختار الالوان اللي تمشي مع القماش وبختار الحجم بتاع المفرش اللي يمشي مع الموضوع ممكن ياخد 2 شهر ممكن لوحة كبيرة ممكن تاخد 3 شهور على الظروف بتاعتك بتاعت البيت أنا يعني فاضية ما عنديش أولاد وجوزة توفى كل وقتي في الفن كان ما خلفت أولاد وأسرة خلفت الشغل بنروح أماكن ريفية وبناخد معنا الورقة والقلم ونرسم وبعد ما بنرسم على الورقة والقلم نيجي على اللوحة نرسمه بالطباشير وبعد ما بنرسمه بالطباشير نشتغل فيه يعني ملادش عليا الموضوع انفضه من الطباشير لحد ما اقتنع بالموضوع وبعد ما اقتنع بالموضوع اشتغله اجيب قماش من تحت من الدولاب وحرير واشتغله بالإبرة أنا عاملة موضوع الفول الأخضر رحت البلد عندنا الريف وشفت الفول الأخضر هو مزروع والناس بتاخده يعني بتجنيه هنا بادية فيه حالياً ليا 1 شهر وياخد في حلقة 1 شهر تاني على بال ما يخلص
دي قسيس مات أبونا. رحت أنا حبيت إن أنا كان جيراني. رحت أنا حبيت إن أنا أروح معاهم في الكنيسة. هنا هم بيصلوا عليه وهنا الكنيسة فوق الدور الثاني الناس بتصوت وهنا بيصلوا وهنا هم طالعين بيه السكة دي كلها يعني طالعين بيه هنا الستات بتصوت وهنا جرس الكنيسة. أروح دير أو أروح مكان نادي أي حاجة فعجبتني المنظر فأصممه في المفرش. اللوحة دي برضو من أخمين. هنا الجامع كان قديم الجامع ده دلوقتي عملوه جديد بيفتحوا المحافظ وبيفتحوا المحافظ يعني وشيوخ وقصص وكل الحبايب حضر حواليه. الفن إذا ما حبيتش اللوحة من وانت بتشتغلها يبقى مش هتعملها. كل لوحة أنا بحبها لأني بحسها بتعبر عن مشاعري وأحاسيسي وخيالي وأنا بشتغل بحسها كأني حاجة بتجذبني إن أنا أشتغل.